مرحبا بكم في مدينة جديدة. هذا شرف كبير مدينة جديدة باش تشرف هذا دوزيام وندير استجواب مع الناس. أنا كنشاهد بزاف قناة دوزيام اللي كتعجبني بزاف، كيدوزو برامج مزيانة. وكنسكنو في بوردو وجينا عطلة المغرب حنايا في مدينة الجديدة. ذكريات مع القناة الثانية نيامات من كان في لاديكودور، كنا كنشاركو ثلاثة الجيران ولا باش ندخلو ديكودور ونتفرجو. كانت مزيانة ودابا تجربة مزيانة، دابا مازالت مزيان. كانت مميزة من ناحية ديال كانوا كيجيبوا أفلام برامج ديال كوستو. دوزيام كانت هي السباقة لا من ناحية ديال البرامج ولا من ناحية ديال الأخبار ولا من ناحية البرامج السياسية وثقافية متنوعة. المهم صباحية اللي كيعجبني بزاف ومتبعها بزاف بزاف بزاف. كان وجع الترابولي مسلسل ما كيتملش. كيعجبني كل شيء، يعني ميلانجي انترناسيونال. والاغاني اللي كانوا بزاف حوايج، يعني افلام والنقل اللي كدير على الرياض وداك الشيء. عندنا دوزيام في الحقيقه مهمه وغادي تبقى مهمه. فيري جود فيري جود. جويز انيفيرسير دوزيام. ان شاء الله. وي فوالا بليز ديار ان شاء الله والتوفيق. نتمنى المزيد ديال العطاء من دوزيام. كنتمنى نبات تصاير في هاد البرامج مزيانة كتقدم لينا وكنتوانسو بها في الغربة ديالنا. كنتمنى ان شاء الله ما تزيد لقدام، ما ترجعش للغرب. توجور ديفون. جويز انيفيرسير عيد الميلاد سعيد دوزيام. باي باي.